دلوقتي هنقابل السيد ممدوح حافيه، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري. خلينا نقول بكل وضوح أن البنك الأهلي يتجه بقوة إلى دعم القطاع الزراعي خلال العشر سنوات القادمة. دي حقيقة وبدأ بالفعل تنفذها. خليكم معنا. البنك الأهلي المصري كعادته حريص دايماً على دعم ومساندة القطاع الزراعي بهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وبالأرقام محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي ساهم فيها البنك الأهلي المصري للقطاع الزراعي تجاوز حجمها 8 مليارات جنيه من إجمالي 65 مليار جنيه خصصها البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات. وطبعاً ده ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. دلوقتي هنقابل السيد ممدوح حافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري، واللي هيكلمنا عن خطة البنك الأهلي المصري للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي. خليني أبدأ مع حضرتك ببعض الأرقام. أرقام بتقول إن المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي بلغت حوالي أكتر من 65 مليار جنيه. نصبنا في القطاع الزراعي لا يتجاوز 8 مليار جنيه، حوالي 13%، مقارنة بالقطاع الصناعي حوالي 39% بإجمالي 25 مليار جنيه. أنا طالب العدالة والمساواة. يعني أنت كده حطيت القطاع الصناعي مع القطاع الزراعي في مسابقة. إحنا الأصل، إحنا اللي نخليهم يشتغل. أنا طالب التوسع في مشروعات القطاع الزراعي وتمويلها. تمام. الحلول. تمام. يعني خلينا الأول نلقي الضوء على المحفظة ككل، ونتخيل إحنا في البنك الأهلي إن المحفظة بتاعتنا متوازنة. البنك مش متخصص في قطاع دونا عن غيره، ولكن نحب نعتقد إن إحنا في المرحلة القادمة دهيت والراهنة والقادمة إن شاء الله هنركز قوي على القطاع الصناعي، ولكن مش معنى كده هوت ان هو على حساب اي قطاع اخر. فالقطاعين اللي احنا بنسميهم قطاعات انتاجية، الا وهي الصناعة والزراعة، عليها كل التركيز من طرف البنك الاهلي. ولكن احنا مفهومنا للقطاع الزراعي هو المفهوم الشامل، اللي هو منظومة القيمة للزراعة ككل، من اول الانشطة الاساسية في الزراعة، اللي هي من أول الزراعة الأساسية زراعة النباتات والبساتين والأشجار والإنتاج الفواكه وهلما جرى، ثم الثروة الحيوانية، الثروة اللي هي الماشية، الدواجن، الأسماك، بكل ما يخصهم من احتياجات من أعلاف وخدمات بيطرية وبنى مزارع وهلما جرى. كل الكلام ده هو إحنا بنعتبره النشاط الزراعي. حاليا التركيز على الأربع عواميد، واخد بال حضرتك، اللي هي الانتاج الداجيني والانتاج المواشي، سواء كانت للتسمين او الالبان، والاسماك، زائد الزراعه الاساسيه البرايمري اجريكلتشر، دي برضو احنا بنخش فيها جامد، من اول بقى استزراع الاراضي، تمويل الدورات الزراعيه، بناء الصوب، تمويل شبكات الري الحديثة والمتخصصة، استخدام الطاقة الشمسية في أساليب الري للترمبات. التقدم بيكون للبنك؟ يعني أنا كمزارع عايز استفيد من هذه الخدمات، هقدم ورق للبنك، ولا يعني مثلا في تطوير الري عايز أطور الري عندي وحركة تعلم مدى حاجتنا لتطوير الري في الأراضي المصرية، هل أتقدم للبنك الأهلي أقول له أنا عايز أطور الري في مساحة مثلا 10 فدان؟ التعامل هيكون معايا إزاي؟ احنا عندنا بروتوكول تعاون مع وزارة الري. تمام. ومن خلال العمل المشترك في تحضير هذا البروتوكول تمت عدة دراسات نتيجتها ان احنا عندنا نماذج معتمدة لتحويل تلك المزارع ايا كانت حجم الحيازات، انما احنا بنبتدي من 10 افدنة وطالع، تحويل تلك الحيازات من الري اللي هو الري النمطي بالغمر او بغيره الى الري الحديث عن طريق شبكات التنقيط او الرش. فاذا هذا البرنامج موجود عندنا،
البروتوكول بيقول ان وزارة الري دايما بتحيل الينا مجموعة من الحالات والبنك بيتعامل معاها من خلال الانماط اللي هي المعتمدة دهية، دراسات الجدوى بتاعتها معمولة، مجرد ان احنا نتأكد ان المزارع او مجموعة المزارعين الممثلين للملاك عندهم الجدارة الائتمانية وبنبتدي نشتغل معهم. في احد المعارض الكبرى لصناعة البلاستيك حضرتك كنت متواجد للاستماع الى اهل صناعة البلاستيك، حضرتك قدرت بنفسك جلسات عمل عشان تسمع الناس دي مشاكلها فين والحلول ايه. البنك الاهلي دخل بقوة في المشاركة في المعارض الزراعية، هنشارك فيها وهنسمع الناس وهنعمل ندوات مفتوحة نسمع الناس ايه مشاكلهم وايه الحلول اللي عايزينها. جرى العرف ان الاشتراك في المعارض هو من اجل الترويج، وده طبعا هدف اساسي بالنسبة لنا ان احنا نكون متواجدين في كل المحافل اللي بيتم فيها بيزنس ايا كان القطاع. حضرتك ذكرت القطاع الصناعي مثل قطاع البلاستيك، بنذكر النهاردة كمان القطاع الزراعي، فاحنا لازم نكون متواجدين علشان العارضين اللي هناك دول هم العملاء المرتقبين للبنك الأهلي، ما كانوش فعلا عملاء للبنك الأهلي. ولكن القيمة الأكبر من كده هو ان احنا نسمعهم، ان احنا نزورهم في مكان عملهم في المكان اللي هم بيعرضوا فيه منتجاتهم ونتكلم معاهم ونسمع المناخ اللي هم بيتحركوا من خلاله، بنسمع طموحاتهم، بنسمع مخاوفهم، بنسمع عن احتياجاتهم، فده بينمي قدرتنا على فهم العميل النهائي بتاعنا ومحتاج ايه، وبناء عليه بنقدر ان احنا نوفر له خدمة افضل، خدمة مطورة ومتفصلة برضو على شكل الطلب اللي هو عبر عنه. مهم جدا حضورنا زي ما حضرتك قلت ان احنا استضفنا يعني جلسات نقاشية، انه برضو نبعت رسالة الى رواد الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان البنك الاهلي مش بعيد عنكم، يعني علشان تتصل بينا او احنا نتصل بيك مش بس المجال هو دخول حضرتك وزيارتنا مشكورا في الفرع، ولكن احنا بنروح لك كمان في مكان اللي انت بتعرض فيه بضاعتك، وبنروح لك زي ما بنروح له برضو في مصنعه وفي مزرعته. اسال حضرتك على برامج محدده اعلنا عنها من داخل البنك الاهلي، وهي مثلا برنامج تطوير مزارع الدواجن، موقفه حاليا ايه؟ هل بدا تمويل مزارع الدواجن الراغبه في عمل مزارع مغلقه في عزل المزارع؟ بدأنا؟ احنا بدأنا فعلا السايكل او الدورة بتبدأ انه في مزارع بترشح بتتحرك اليها لجان فنية مع شركائنا من المتخصصين من شعبة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، واخد بال حضرتك، بيروحوا يعملوا اسسمنت كامل للمزارع دهية، بيشوفوا طلباتها، الطلبات دهية بتنقلب الى دراسات فنية، والدراسات الفنية بتحول الى البنك الاهلي. الدراسات الفنية دهية بتبين جدوى التحول، ولازم نثبت من خلال الدراسة من خلال المتخصصين انه فعلا لو استثمرنا 200 الف 300 الف مليون هيعود ازاي على انتاجية تلك المزرعة مقارنة بما هي عليه الان. لو كلمت حضرتك على قطاع الماشية، أنا مش قلقان على رجال التسمين أو أهل صناعة التسمين، هي صناعة قوية جدا موجودة في مصر وبيقدروا يقللوا تكلفة العلب بتاعتهم، ولكن أنا أشعر بالقلق على قطاع الألبان. محتاجين برامج لتشجيع مراكز تجميع الألبان، نقاط تجميع الألبان، تصنيع الألبان. احنا عندنا ثروة كبيرة حوالي 7 مليون طن من الألبان من القطاع الريفي والقطاع النظامي المزارع النظامية، بنفكر لهذا القطاع ازاي؟ يعني برضو يعني نرجع تاني نقول انه اي مصرف او اي بنك ليه حدود في قدرته على طرح سياسات، فاحنا لا نطرح سياسات، ولكن نحن نعمل بجانب الباحثين والناس اللي بتدور على اجراءات من شأنها ان هي ترفع انتاجية او تعمل عملية تنمية في اي مجال من المجالات. احنا بنمول شراء المواشي عشان إدرار الألبان، احنا بنمول دورات إنتاجية للمزارعين اللي بيربوا هذه الأبقار والرؤوس بجميع أحجامها كمزارع، يعني بجميع الأحجام بتاعت تلك المزارع، بنمول الأعلاف، صناعة الأعلاف، بنمول المصنعين، وبنمول كمان دلوقتي، وده يمكن المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، ان احنا بنطور مداخلتنا لمجمعي الألبان
وبنطور اسلوبهم في تجميع الالبان. هم بيحتاجوا استثمارات صغيره قوي. هذه الاستثمارات تنعكس مباشره على جوده اللبن الذي يجمع والحفاظ على تلك الجوده الى ان تصل الى مناطق التصنيع. اسال حضرتك سؤال غريب شويه. دائما البنوك ترى القطاع الزراعي قطاع بيه الكثير من المخاطره. هتتغير النظره دي؟ القطاع الزراعي طول عمره فيه مخاطر لان هو بيتعامل مع الطبيعه، سواء كانت حيوانات سواء كان الزرع سواء كان الجو، يعني هو بيتعامل مع الطبيعه، وبالتالي المتغيرات طبعا المتغيرات كثيره وليست بيد البني ادمين. ولكن بالعلم الحديث وقدرنا ان احنا نسيطر على حاجات كثيره جدا. دور المؤدي الخدمه اللي هو زي حالتنا، اللي احنا بنقدم خدمه مصرفيه، بنقدم منتج مصرفي، ان احنا نفهم على قدر الامكان، وده اللي احنا بنصبه اليه، وده اللي احنا دايما بنحاوله وبنكون مع الناس عشان نتعلم. التخصصيه هي اساس فلسفه التمويل في البنك الاهلي، لازم نتخصص ولازم نتعلم. اللي بيخدمنا طبعا حجمنا، فقادرين ان احنا نستثمر في ان احنا نتعلم، لان ده برضو وقت. الموظف اللي قاعد في البنك النهارده في اداره الائتمان في فرع احدى المحافظات، فكره دلوقتي ان هو عايز يساعدني، لان دايما الشباب يقولوا لي احنا رحنا البنوك ما لقيناش حد فاهم اصلا مشروعنا. مثلا شباب عايز يعمل مزارع حمام، مزارع سمان، مزارع ارانب، دي مزارع مربحه جدا، ولكن بعض الموظفين في بعض البنوك ما عندهمش ادراك ان دي ناجحه، فبيعتبرها مخاطره. اقول له لا ما بقولش ده. هل بدأنا نفهمهم ونأهلهم ونقول لهم ازاي تتعامل مع المشروعات دي؟ مشروعات انا بأكد لحضرتك انها مربحة جدا. خلينا نتفق بس الاول على تعبير كلمة يساعد، ده هي مش موجودة في قاموس الموظفين. دوره ان هو يخدم، هذا عميل دخله البنك، دوره خدمة العميل. تمام. عشان اخدمه لازم اكون فاهم العميل طالب ايه وايه نشاطه. بيحصل في بعض الاحيان انه الانشطه دهيت ما تكونش من الانشطه الكلاسيكيه او اللي عدت على هذا الفرع باسلوب مستمر، ولكن تاكد حضرتك ان اي نشاط بيرد الينا ما فيش حاجه اسمها لا ما نعرفوش فمش هنمول. تاكد حضرتك ان اي حد هيخش البنك الاهلي لو هذا النشاط جديد على اي موظف في البنك وهيتسال، يعني ما لان هو هذا الموظف مسؤول من مدير الفرع، فلو حتى مدير الفرع ما عداش عليه هذا النشاط تاكد ان هو هيستضيف صاحب الفكرة. أولا يتأكد من جدية الزائر والضيف اللي علينا ده، هو العميل اللي أنا يبقى عميل عندنا. نمرة اتنين، تأكد ان احنا عايزين نفهم ونتعلم. فاكرين المجتمع التنموي في الوادي الجديد اللي هتنفذه شركة جنان الوادي على مساحة 10,000 فدان، اللي قلنا ان كل شاب فيها هيفوز بأرض مساحتها 10 فدان وبيت و15 بقرة حلاب هولشتاين ونخيل من أجود الأصناف ومرتب ثابت. الموضوع قرب. شركة جنان الوادي بتكمل دراستها لكل المشروع وآليات تنفيذه وإدارته، بعدها هتبعت أسماء المرشحين للمجتمع التنموي الأول للبنك الأهلي المصري. تعدني أن عام 2020 سيكون عام القطاع الزراعي. طبعا مفيش غنى عن القطاع الصناعي، ولكن القطاع الزراعي هو الأساس، هو الأمن الغذائي. تعدني أن 2020 يبقى عام القطاع الزراعي؟ لا، أنا أوعدك أنه على الأقل للعشر سنوات القادمة هي أعوام الإنتاج. يعني إيه؟ يعني هنهتم بالقطاع الصناعي والزراعي على نفس الكف، على نفس الكف. مش شرط أن هم يوصلوا لنفس النسبة للمحفظة، ولكن أؤكد لحضرتك أن هم يحظون بنفس الاهتمام على نفس على قدم المساواة. ومش بس دول، إحنا مهم جدا عندنا القطاع الخدمي، مهم أكتر عندنا القطاع التجاري. لأنه لو الصناعة والزراعة لم تعرض من تجار وأساليب تجارية ذكية في المرحلة اللي جاية دهيت، يبقى احنا بنظلم المنتجين. وبالتالي مهتمين جدا بالقطاع التجاري، مهتمين بالتجارة الذكية في المرحلة القادمة، محتاجين أفكار جديدة في التوسعات في التوزيع، أساليب التوزيع، الإنترنت سيلز، حاجات كثيرة جدا عايزين نركز فيها في التجارة. الخدمات فيها مين؟ فيها المقاولين. مهم جدا يبقى عندنا مقاولين متخصصين واحنا بنساندهم وبنساعدهم. مهم جدا يبقى عندنا قطاع تكنولوجيا قوي، ده في قطاع الخدمات. صحيح. يهم جدا يبقى عندنا قطاع خدمات اللوجيستكس والفريت فوروردنج وكل الحاجات اللي هي من شأنها ان هي تيسر وصول السلعة سواء كانت زراعية او صناعية، وان هي توصلها الى النهائي. وكمان عملية التشبيك،
من خلال سلاسل القيمة ما بين الزراعة والصناعة والتجارة والقطاع الخدمي. فإحنا مع التنمية أين وجدناها إحنا ماشيين قدما في هذا الخط. البنك الأهلي المصري يتجه بقوة لتمويل القطاع الزراعي من خلال مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبفايدة 5%، سواء في المشروعات الزراعية أو الإنتاج الحيواني أو الداجني أو السمكي. المهم تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي لكل مواطن في مصر.